مرحبا يا خالد، عامل اخبارك؟ عامل ايه صحتك؟ مرحبا ابو شام، اسمي مساعد محسن وشهد مساعد الراوي. مرحبا يا مرحبا. من بلد الدم والنار، لما اطبع عليها الدم والنار، اللي هي مش دم ونار، هي دم ونار مع بعضيها في الخصومة السائرية بينهم بعضها متناحرة من قديم الزمن مع بعضيها، بس ما لقيش حد يحنوا عليه ويحل مشاكلها ويحل الناس من بعضيها. الدم الصقر ده حاجة لعينة لعنة وصلينا، بس مش ما لقيش الكبار يحنوا علينا ويهتموا بموضوعنا اللي هو موضوع الصقر ويخلصونا من بعض ويصلحونا مع بعض. يعني انتوا نفسكم اساسا الموضوع ده انتوا مش هاويينه، محدش هاول، محدش يهوى الدم، الدم والنار والخراب محدش يهواه، لكن ده حاجه سبحان الله تعالى زي ما يكون ايه، يعني حاجه وقع علينا تمام وتورثناها من قديم الزمن، من اجيال من جدودنا. صقر يورث صقر يورث صقر، ده هو يقتل واحنا نقتل وهو يقتل ده يقتل ويتورثوا ايه، يتورثوا الاجيال مع بعض. كمل. فياريت من خلال حضرتك برضو انه صوتنا يوصل للمسؤولين ويوصل للشعب المصري بالفرض. قرية ابو حزام وحمرة دون، قرية الدم والنار دي، قرية اسمها القرية اليتيمة، القرية اليتيمة، تعمدوا من زمان انهم يتجاهلوا البلاد دي، وصبحت البلاد دي تأكل في بعضيها. ما عندناش حد يقدر يهين الغريب، الضيف علينا نصنا من فوق، والغريب ليه حقوق علينا، ولو حد جاي ليه حق عندنا بنحلوه وبنحل المشاكل برا، بس ما لقيش اللي يحلنا بيننا ومن بعض. احنا تناصرنا والصقر كلنا، وحاليا في قبائل عندنا متناحره كتير قوي 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 على مر التاريخ، على مر الجبل، خط الجبل. احنا هنا اسمه الصعيد الجواني تمام، قرى حضن الجبل، القرى المتناحره فعلا بيننا ومن بعض على مشاكل الصقر، بس مش لاقين المسؤولين ولا حد يهتم بالقضيه بتاعتنا ويجي يحل مشاكلنا. يعني انا بنتقد اللي هي المجلس العربي للفض المنازعات، اللي هم بيتجمعوا مع بعض في المؤتمرات وبياكلوا لحوم وبياكلوا خرفان وبياكلوا جمال، وبيروحوا سينا وبيروحوا مطروح وبيروحوا البلاد دي، وبيقول لك احنا في لجنه المصالحات، نزل لفض المصالحات فين دي؟ احنا بنسمع عنها، بس هل بتنزلوا البلاد بتروح تصلحوا الناس مع بعضيها؟ بتروح الفلاحين، بتروح مطروح، بتروح الصعيد؟ ده بتعرف حاجه عن صقر الصعيد، عن الناس المتناحره دي؟ ما حدش فاكر فينا. ليه؟ ما احنا جزء لا يتجزا منيكم، احنا جزء لا يتجزا من الدوله. احنا صالحين مش قبحين، مش ما فيناش قباحه، بس احنا الحاجه الوحشه اللي وصلينا اللي هي الطار. فهل حد يهتم بينا فعلا، يهتم بينا وينزل البلاد دي ويشوف مشاكلها ايه ويحل الطار اللي بيننا من بعض، والناس تتفك منها من بعضيها وتشوف اكل عيشها، واللي سافر والروح واللي يجي. في ناس واقفه قصاد بعضيها كتير هنا في الطار، في طار وفي تناحر بين القبائل من بعضيها. وانا بوجه صوتي عبر حضرتك برضو انك انت توصل صوتنا لمصر كلها وللعالم كله. لا كله بيسمع كان يهتموا بابو حزام وحمرضوم والصمت او الحجارات وخط الجبل الشرقي، الخط المتناحر دائما مع بعضه، كله عبارة عن ان خصومة سائرية ممكن تنتهي بالجودة، تنتهي بالحلول، تنتهي بأي حاجة تاني. وانتوا نفسكم عندكم مشكلة، احنا بنستغاثوا بيهم، احنا بنرجوكم التدخل، وحاليا كمان تدخل عاجل في بلادنا، لانه في تناحر وفي اختلافات بين الناس ومن بعضيها. فانا بوصل صوتي ان الشعب المصري والمسؤولين انه ينزلوا يهتموا بينا ويصلحوا الناس من بعضها، عشان الناس تشوف معيشتها وتشوف حالها وتشوف اللي حق ياخده بالاصول وبالادب والاحترام. احنا عندنا حالات اعدام كثيره، حالات مؤبد كثيره، السجون اتملت منينا، وفضلنا هو بكره زي بعضه زي بعد بعضه زي امبارح زي نفس الكلام. احنا عايزين جديد في عصر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله يطال الله عمره، الرجل ده عمار المصري، وباذن الله ما هو مصر دي اللي هتوقف باذن الله على جهه على حس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والناس المحترمه كل القائمين على الدوله معاه. انتوا كل اللي طالبينه هنا، واحنا بنشكر وزاره الداخليه بالذات، لان هي الوحيده اللي واقفه معانا هنا، هي اللي تعبانه. لكن باقي الوزارات فين؟ باقي الوزارات من البلد دي فين عملتهم؟ ما عندناش حاجه. تعال شوف المدرسه بتاعتنا، وتعال شوف شوارعنا، وتعال شوف كهربتنا، وتعال شوف ميتنا، وتعال شوف حالنا. ما فيش خدمات عندنا نهائي. فين الوظائف؟
طيب فين التعليم؟ طيب فين يعني فين ده؟ احنا مش من الدولة؟ طيب فين ده كله منين احنا؟ احنا بنرجو حضرتك ومن خلالك انت وبنرجو بنرجو المسؤولين انهم يهتموا بينا ويحلوا مشاكلنا. واول مشكلة اعصى مشكلة على مستوى الصعيد كله مشكلة الطار. فاحنا يا ريت يعني انا ممكن نقول ابو حزام هي نفسها المواضيع الطار دي تنتهي من عندها بس بتدور على حد يحل يدخل ما بين الناس وبين الأهالي بالمعبيه. أما الناس هنا ما عندهاش مشكلة نفسها فعلا لحد يخش يحل بالناشد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالناشدك إن أنت تنظر لقرية أبو حزام زي ما حضرتك شايف أهل القرية نفسهم إن يكون في ود ما بينهم والدنيا يعني حابين إن يكون في صلح يكون في سلام ما بينهم. هم في الاول والاخر ابو حزام الناس خوفتنا ان انت تدخل ابو حزام وقالت لك هتخش مش هتطلع بحمارتك او مش هتطلع عايش اساسا. الناس اللي هنا زيها زيك بالظبط اللي برضه ما يخوف ان يدور اللي برضه يخوف. تقول ايه للناس اللي مش عارفه ابو حزام وبتخوف الغريب ان هو يخشها؟ انا بدعو جميع الناس بجميع اطيافها ان تاج يشرفنا عندنا أكرم أبو بلد. حزام وشوف ناس أبو حزام وكرم أبو حزام وقيمة أبو حزام وأخلاق أبو حزام. أبو حزام مش كل عشي. وشوف الناس ولحش موجود في كل البلد ويشوفونا ويشوفوا حنا حنا زي يعني زي العسل وزارعين وبنزرع وبننتج وبنعمر وبنحب العمار وبنحب بلدنا وبنموت موت في مصر دي بنحبوها موت بلدني. مفيش أحلى من أحن من وطنك ولا أبدأ من وطنك ولا أحب من وطنك. بس الوطن دي فيه ضلع ضعيف فيه مرض نشيل المرض ده منه. فحد عايزين اللي الطب اللي يشيل مننا المرض ده مرض الطار بس لا اكثر ولا اقل. لو الشر مننا الصقر ده اتحلت كل مشاكلنا. بدعو لجميع العالم جميع الدنيا كلها انها تخش تحتوي الكلام ده لانه نحن فعلا في العصر ده ما ينفعش نحن نوصل للدرجة دي. فياريت ياريت ياريت انه حد يتدخل انه هو يحل المشاكل اللي بيننا من بعض وحكايه الطرد بالذات. حضرتك يعني انا راجل من ابو حزام وهو من حمرضوم انا بسعى واكل عيشي في القاهره وبقعد في القاهره وشغال في الاوقاف قعدت 14 سنه في الاوقاف واخذ احكام نهائيه بالاوقاف نقد واستئناف واول درجه واخذ حكم افراج من الاوقاف من لجنه القسمه واخذ جواب افراج من لجنه القسمه وقف حسن الامير حسن كانت خدعه زبان وانا راجل مفوض عن الورثه قعدت 14 سنه من عمري وانا اجري بالحلال بما يرضي الله. تعبت خدت 14 سنة في مصر ما جيتش بلدنا غير 3 مرات فيهم وما أي أحكام نهائية قاطعة وما سجل في شهر العقار بتاع العباسية وما سجلتش وقدمت جميع المستندات الدالة على الملكية والكلام ده وما سجلتش. فهل الأملاك دي بلد وناشد من خلالك وزير الأوقاف وشيخ الأزهر والناس القائمة على الدين والكلام ده إنه كل الإرث ده يعني يروح لأصحابه وخصوصا القضاء المصري إن الناس دي الأحقية إنها تاخذ إرثها. وانا كان سبحان الله تعالى ربنا سبب لي سبب اني اقعد 14 سنه واجري في الشوارع في مصر وما قلت ولا حاجه ولا وسائط ولا ناس ولا اي حد ولا محامي ولا اي حد ومعي احكام نهائيه قاطعه ومعامل ارضي في المطريه وفي البلاد دي قاعد عليها البلطجيه وما عرفتش يستلموها. فانا كنت رجل من ضمن الناس الصالحه يعني ماشي باكل عيشي بالحلال بما يرضي الله وبعت ورائي وقدامي وحالي الشرط وقعدت في بلدنا يا ابو حزام حمرضوم وما عرفتش اوصل لاي حاجه. فانا بدعو سياده الرئيس والقائم على الدولة وزير العدل والناس دي ووزير الأوقاف إنها ترجع الحقوق دي لأصحابها وعشان نحن ناكل عيش وهم ياكلوا عيش واللي يتجوز اللي عايز يتجوز يتجوز اللي عايز يعمل مشروع يعمل مشروع واللي عايز يعمل بيت يعمل بيت واللي بالدولة تستفيد وإحنا نستفيد والحال يمشي. وقاعد أدين في أبو حزام وحمرضون قاعدين الحمد لله يعني حتى لو سأل علي لما بصلح الناس من بعضيها ما بحبش الاختلافات ما بحبش الطار ما بحبش الجهل ما بحبش التخلف وماشي بما يرضي الله. فانت نورت ناس بها ونورت ابو حزام وحمرضوم ويعني احنا انت عندينا حاجه ثانيه. انا شرف والله العظيم حاجه ثانيه تبعتك ربنا مرسل يعني كده انك انت تشوف مشاكل الناس وتهتم بيها وتنقل حال الناس للناس. احنا عايزين تمام يا ريت الصحافه انا فين الصحافه؟ طب فين الاعلاميين اللي هم اللي قاعدين في الدوله؟ ليه ما نزلوش البلاد دي؟ ليه ما شافوش مشاكلها؟ ليه ما شافوش هي وصلت لايه وليه وصلت من ايه لايه؟ وإيه السبب؟ وليه الناس ما ترضاش تصلح بيننا من بعض؟ فين الناس المسؤولين والأعضاء وده والناس دي؟ كل واحد مشغول بحاله. أبو الأستاذ أعتقد يسمعوا فيه من والله ما بيأخروش معانا بيجوا وبيصلحوا على قد ما يديهم حين ربنا وكده يعني. فبس هي فاللجان مش مكتملة
يعني الناس زهجة العمد والمشايخ والناس دي زهجة انه ما فيش اي حد بيهتم بيها، ما فيش صدادة ورا تصب ان هي يعني يكون مثلا انه قنوع انه هو يصلح. في بيصلح وفي المشاكل الكبيرة جوه جوه الضخمة ما في ناس ما قدرش تصلح. قرية أبو عزام فيها نسبة تعليم كبيرة ولا؟ فيها نسبة تعليم كانت الأول 5% صبحت 10% حاليا 15%. 15% احنا عندنا مدرسة، المدرسة بتاعتنا بتاعت الهمامية المدرسين بيجوا الساعة 8 الصبح أو 8:30، الساعة 10:30 بيكونوا ماشيين. يعني يضب يمضي ويمشي، ما فيش مراقبة، ما فيش حاجة، ما فيش اهتمام. وعملوا مدرسة واهتموا ووصلنا صوتنا قبل كده وعملنا الكلام ده ونشدنا المسؤولين، والمسؤولين برضو أجوا معانا وجوا برضو عملوا مدرسة حدثوها وبيضوها ونظفوها والكلام ده، وجات برضو حاليا المدرسين مقصرة معانا. ده بس ما ممكن يكون المدرسين من أماكن تانية. من أماكن تانية، من قرى تانية. لا ما خايفاش، عايشين وسطينا وحبايبنا وأخواتنا وكده يعني. ما فيش خوف. بس ما فيش يعني ايه، ما فيش انه تعليم بجد والكلام ده، بجد والكلام ده يعني. فيش في اهمال 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 يعني. سبحان الله تعالى تحس ان اهمال متعمد يعني من الكل. وحسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد يسمع كلامنا ده، الكل مسلم مسيحي يهودي اي دين ليه على وجه الارض، وما يعملش بالكلام ده وما يسمعش الاستغاثة بتاعتنا دي، استغاثة الطار الدم والنار اللي بتاكل فينا وخلت أغلى شباب ماتت، وشباب محكوم بالإعدامات والمؤبد والتأبيد والكلام ده، وإحنا الشتات اللي قاعد اللي هم الباقين يعني. فرجاء يعني ده استغاثة ليكم جميعا على مستوى العالم، إنه يهتموا بالبلد دي ويشوفوا مشاكلها ويشوفوا متطلباتها ويشوفوا الكلام ده. أنتوا عندكم استعداد، عندكم يعني العائلات عندها استعداد ان هي تحل. الناس تعبت كلها وعايزه اللي بس عايزه اللي يمد اليد عشان يحط اليد الثانيه في الثانيه كده. يعني عشان يحط الايدين اثنين دول، عايزين يدين يتقدموا يحط الايدين اثنين دول في بعض عشان الناس تصطلح. ما فيش الايدين اثنين دول. اللي هم دي بعيده ودي بعيده، ما فيش اللي يقربهم بينهم وبين بعض. لو في صدق نيه وفي حسن نيه وفي صح وتبنص على صح ان يحط ايدهم في ايدين بعض هيبقوا صح. وعايزين صلح جديد وعهد جديد، ان اللي يتعدى على الثاني من بعض الصلح يتكتب ورق انه الارض دي وبيته وما يملك يبقى للطرف الثاني ويمشي يترحل من البلد، يروح له اي بلد ثاني يمشي. يبقى مش حلال على كده، هو نقض الصلح. يبقى كده نقض الصلح، نقض الورق اللي هو كتب عليه ده، يبقى عهد جديد. اللي يتعدى على الثاني من بعض الصلح يجوز للطرف الثاني ياخذ ارضه وبيته والدنيا دي. ويبقى حتى لو فيه صلح جديد والكلام في نسب، يتقرب صله الارحام ويوصل صله الارحام بين الناس ومن بعضها، يبقى في حاجه جديده متطوره يعني. وشاكرين يعني، احنا نشكر افضالك ونشكرك انت انك انت حضرت وشرفتنا، والناس كانت مخوفاك ويقول لك ابو حزام وحمردوم، ابو حزام وحمردوم يا ايقونه، قسما بالله العلي العظيم ايقونه ماسه جوهره على الارض، جوهره. احنا ما عملناش حاجه تضر بلدنا ولا اي حاجه، احنا بنضر ببعض بس برا ما بنضرش بحد، احنا مع الوطن ومع بلدنا من قدام. هي تأشر يشير واحنا نشوف اللي نعمل ايه معاه. واولادكم في الجيش. واولادنا في الجيش وكل حاجه، احنا وطنيين جدا 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 جدا. وما بنضرش بالتطرف وما بنضرش باي حاجه، عندناش الحكاوي دي، عندناش السياسيين والكلام ده ولا لا. المسيح واحد. كلنا واحد. والمسيحيين معانا وعايشين وسطينا واحنا عايشين وسطيهم. واحد عن اخواتنا، ما فيش اي مشاكل وحد اصلا في مشاكل نهائي بيننا وبين بعض. اسم مساعد محسن علي الراوي او الشهيب مساعد الراوي. بارك الله فيك. الله يخلي حضرتك، الله يخليك. صوتنا ده يوصل لحضرتك. انا لو ادوني حقي في الاملاك بتاعت القاهره دي، واللي هو من الامير حسن كانت خدعه زبان، ده وقف اهلي بموجب عقد مشهر 702 فدان ولا شهره وزاره الاوقاف لصالح الورثه، بيقول لك بموجب الحجه رقم كذا كذا ان الوقف ده اهلي، بين قوسين الوقف الاهلي مش خيري، اهلي. في ريت انا اشد المسؤولين ان هم يفكونا على الوقف ده ويدونا، وانا اهب نص ما انا هاخذ منه ده لبلدي، تنميه بلدي وتنميه القرى اللي جنبينه وتنميه الكلام ده، ونعمل خير ونفعل خير ونعمل خير. انت كلماتك لوحديهم قليله. الله يخلي حضرتك، والله من قلبي. المتابعين والله جيتك يا عمده بهاء من اخر الدنيا، جاي لك والله في قلب الليل، جاي لك عشان خاطر انا نفسي، انا فرحان جدا جدا بيك والله. الله يبارك في عصرك. والله العظيم انا فرحان بيك، واللي انت عامله ابتداء يعني ما شاء الله، يعني ما حدش يعمل ده.
أنا أول مرة وإحنا معجبين بطريقة تقديم ومعجبين بحضرتك وإحنا يزيدنا الشرف فيك وبأي حد ضيف على مستوى العالم مش مستوى جمهورية مصر العربية لأنه جمهورية مصر العربية كرمة كلهم كرمة عرب فلاحين صعايدة كله كرم فإحنا يعني يشرفنا أي حد ضيف والله على راسنا من فوق يا باشا دي أبو حزام اللي الناس خايفة منها دي ناسها ودي شبابها اللي انتو شايفينه الله يبارك في أصلك دي شبابها ودي ناسها اللي انتو خايفين منهم يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين يعني مش مخاليك جايين من مكان تاني يعني بلاش تسمع كلام الناس وبره في المراكز وفي القاهرة وفي العاصمة لنا شغل بناخد شغل مقاولات وبناخد شغل وشغالين بما يرضي الله وصلتنا طيبة بره وكله بس هي السمعة هي كانت الحالة الأمنية على مستوى الدولة في الثورة كانت كلها مفكوكة ومحلولة يعني فخلص سمعة عفشة خلص سمعة عفشة من الطار كيف الثورة دي الطار أكتر حاجة ده طابع عنف وتعصب والكلام ده التعصب والعنف هم اللي أدوا السمعة اللي هي السمعة دي أما من برا من كده ما فيش أي حاجة إحنا أنظف ناس وأحسن ناس وإحنا منتم للمشايخ عرب شيخ العرب همام مرحبا تمام ونحن منتمين لقبيلتنا وعادتنا وتقاليدنا وديننا ودولتنا واحترامنا وذاتنا وادبنا عايزك بس ترد على الناس اللي بنقول لك لو دخلت ابو عزام مش هتطلع بحمارتك او مش هتطلع فوق والله يا باشا لا احنا دي رقابنا دي تسد لاي مش انت حضرتك لاي ضيف اي ضيف ايا كان مش انت بس كل اللي يقولوا زي كده نموت عليه بيسموا سمعه البلد هو يعيش مش انت بس بيقول لك كده ويسالوا على سمعتنا مع الضيف ومع اي حد كل اللي يدي غريب يقولوا ده برشام ده يا ودخلت هيقطع راسه لا ما عندناش برا مش انت بس كل اللي قبلوه يقول ما يكون واحد ضيف ده ولا حد يقول معاه خش ابو حزام برا على الطريق يقول لا لو دخلت ابو حزام مش هتطلع ثاني يخاف يمشي ما قلت زي ما قلت لحضرتك برضه دي عشان الخصومه السائريه لانه في ناس وقبائل بتسوق بلاد وقبائل على حس الطار يعني انت رايح لحق مساعد لحد المساعد ده وحش وكذا 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 وفيه هو ما شافوش ما شافوش بيسوق وبيخليه يخاف منه خليه يمشي ثاني لكن هو راح شاف حق المساعد شاف ما شافوش على الطبيعه لو شافه قاعد معاه يغير فكرته بناء على القعده ما يمشي وعين على الطبيعه انت ايه اللي حصل ما عشان كده بنقول ما تسمعش كلام الناس انزل وشوف بنفسك ايوه ما تسمعش عن حد غير لما تسمع منه قال لك اسمع مني ولا ما تسمعش عن غيري اسمعش من غيري